نلتقي في هذا المؤتمر الأول لشعبة الدراسات الإسلامية مع الجلسة الأخيرة. إذن المداخلة الأولى للدكتور عيسى عبد الله كاهوني بجامعة قطر في موضوع مدارس مسيرة التجديد العقائدي الكلام المقاصد عند علماء المسلمين، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. طبعا البحث بعنوان مدارس مسيرة التجديد العقائدي المقاصد عند علماء المسلمين. طبعا البحث من أربعة محاور وخاتمة. المحور الأول مقاصد الشريعة من خلال علم الكلام. المحور الثاني نشأة علم الكلام ومقاصده. المحور الثالث مسيرة الجهود القديمة في علم الكلام ونشره وصراعاته مع أهل النقل. المحور الرابع مسيرة الجهود المعاصرة لأهل التنوير أو علماء الكلام المعاصرين. ثم طبعا الختام. على قدر ما أستطيع أن أعطيكم فقط يعني نبذة عن هذه، لأن البحث طويل وعشر دقائق أظني لا تكفي، ولكن نبدأ إن شاء الله في المحور الأول مقاصد الشريعة. تأتي مقاصد الشريعة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، حيث أنها خمسة مقاصد كما قال العلماء والمؤرخون والفلاسفة على السواء، وهي حفظ الدين والعقل والنسل والمال والنفس، وهي الكليات الخمس. ومن خلال تلك المقاصد تتفرع منها جزئيات تتناغم مع المقصد الأخير للشريعة الإسلامية، كما تتناغم مع الفطرة البشرية. فمقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على أساس الفطرة، والفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق، وهي فطرة عقلية. ومن هنا كانت عقائد الإسلام وتشريعاته جارية وفق ما يدركه العقل. ومن أهم مقاصد الشريعة المنبثقة من الكليات هي السماحة والاعتدال والتوسط، وهي صبغة أخلاقية تعم البشرية من حيث في سلوكها العملي وحياتها الواقعية في هذا العالم. وهذه المقاصد لها معان ثابتة، منها ما يبلغ حد الضرورة التي تقوم حياة الإنسان التي لا تقوم حياة الإنسان بدونها، ومنها ما إذا اختل شقة عليه أن يحيا فهو في حاجة إليها، ومنها ما يعتبر من الكماليات التي إذا ما فقدت لا يعسر الإنسان أن يسير في الحياة سيرا لا يخل بها ولا تضطرب سيرته دونها، وهي التي اصطلح عليها الباحثون في مقاصد الشريعة وحكمتها بالضروريات والحاجيات والتحسينات. طبعا كلام يعني كبير، أترك يعني كلام العلماء. أدخل في المبحث الثاني نشأة علم الكلام ومقاصده. بدأ علم الكلام مع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عندما واجه المشككين في الدين من الملحدين والزنادقة، وبأسلوب عقلي بحث استطاع أن يدافع عن الإسلام من منطلق عقلي فطري، وهما يتلائم مع الوجهة العامة للملحدين. يرى أن أبا حنيفة في مناظرة مع مجموعة من الملحدين قالوا لأبي حنيفة: في أي سنة وجد ربك؟ قال: الله موجود قبل التاريخ والأزمنة، لا أول لوجوده. ثم قال لهم: ماذا قبل الأربعة؟ قالوا: ثلاثة. قال لهم: ماذا قبل الثلاثة؟ قالوا: اثنان. قال لهم: ماذا قبل الاثنين؟ قالوا: واحد. قال لهم: وما قبل الواحد؟ قالوا: لا شيء قبله. قال لهم: إذا كان الواحد الحسابي لا شيء قبله، فكيف بالواحد الحقيقي وهو الله؟ إنه قديم لا أول وجوده. فقالوا: عرفنا شيئا عن ذات ربك. فقال: هل جلستم بجوار مريض مشرف على النزع الأخير؟ قالوا: جلسنا. قالوا: هل كلمكم بعدما أسكته الموت؟ قالوا: لا. قال: هل كان قبل الموت يتكلم ويتحرك؟ قالوا: نعم. قال: ما الذي غيره؟ قالوا: خروج روحه. قالوا: أخرجت روحه؟ قالوا: نعم. قالوا: صفوا لي هذه الروح، هل هي صلبة كالحديد؟
أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان والبخار؟ قالوا لا نعرف شيئا. قال إذا كانت الروح المخلوقة لا يمكنكم الوصول إلى كنهها فكيف تريدون مني أن أصف لكم الذات العلية؟ فأسلم الذات الإلهية عفوا، فأسلم الجميع. ويمكن التدليل عن باكورتي المنهج العقلي عند أبي حنيفة وعند الإمامين مالك والشافعي، كذلك يمكن الوصول للمدرسة الظاهرية وأيضا فقه الإمام جعفر صادق بما جاء عند الشيعة الاثنى عشرية أو الإسماعيلية أو الفاطمية طبعا. فكل الفرق أخذت مفهومها ومدارسها من القرآن الكريم أو من تأويله حسب قناعاتها الفكرية. ولكن وآهن بعد كلمة لكن كما يقول أهل اللغة، ولكن تأصيل علم الكلام وإحياء العقل بصورة مستقلة نجدها بدأت عند المعتزلة، ومع ذلك نرى أن في واقعة أبي حنيفة مع المنكرين بدايات أو إرهاصات علم الكلام. ويتأكد أن اتساع الدولة الإسلامية ضمت أصحاب ديانات مختلفة وأناساً لا دينيين، وكان لابد من وجود علم يناقش هؤلاء بمنطقهم لا بمنطق الإسلام، وهو غاية علم الكلام. فبعد أن انتشرت ألسنة البشر المتحدثة بكلام وآراء مختلفة، كان لابد من تكوين جماعات أو فرق كلامية للرد عليها، وكانت تلك هي الركيزة الأولى التي قام عليها علم الكلام، وتم الاشتغال به في بادي الأمر فقط من أجلها. ولكن مع الوقت تطور ذلك العلم وتعددت غايته وأهدافه، وتنقسم في مجملها إلى غايات رئيسية أخرى وأخرى فرعية، ومنها يستمد حججه وبالتالي يحقق غاياته. أسس علم الكلام، طبعا كلام كثير فأنا عشان أختصر الكلام بقى. غايات علم الكلام، الغايات الرئيسية لعلم الكلام والتي كان يبتغيها أوائل من اهتموا به واعتمدوا عليه، هي من أوائل الأسباب التي دفعت إلى إنشاء علم الكلام، وهو الدفاع عن العقيدة وصد العدوان المعرضة له والرد على المشككين بها. وبعد ذلك الدفاع هو الغاية الأساسية المبتغى من علم الكلام، وفي ذات الوقت حماية إيمان من آمن بدين الله ومنع الشكوك من التسلل إلى صدورهم من خلال الرد عليها، وتوضيح الإشكالات ورد الشبهات والإجابة على الأسئلة التي تفتح أباب الفتنة. ولا تزال تلك الفائدة العائدة من علم الكلام تتحقق إلى ذلك اليوم على يد المشتغلين به، وإن كانوا لا يصنفوا أنفسهم كمشتغلين بعلم الكلام بصورة مباشرة، لكن ذلك العلم بالغ الضرورة بالنسبة للمشايخ والأئمة والدعاة وكل متحدث بأمور الدين، حيث أنه لا يوجد عصر خال من المشككين في الدين. وبعد فترة من ظهور علم الكلام والعمل به الرد على مشوه حقيقة الدين، أراد المتكلمون اتخاذ خطوة الأمام يتقدمون بها على خصومهم بأنهم عملوا بالقاعدة القائلة الوقاية خير من علاج، ومن ثم اتخذوا من علم الكلام منبراً لنشر الوعي والحقيقة، وبدلاً من أن يوضحوا الحقائق التي يحاول المشككون تشويهها عملوا على إيضاحها من البداية، وشرح أحكام الشريعة الإسلامية وتفسير آيات القرآن الكريم وتأويلها وتبسيط مضامينها ومعانيها العامة. وجدوا في ذلك سبيلاً لتحصين نفوسهم وإيمانهم، لأن زيادة رصيدهم من العلم ينخفض بالضرورة من احتمالات التأثير عليهم إن شاء الله يا رب. طبعاً المحور الثالث بعنوان مسيرة الجهود القديمة في علم الكلام ونشره. كما رأينا أن الإمام أبا حنيفة دافع عن الدين من منطلق عقلي، ورغم ذلك لا يمكن الزعم بأنه أول من أسس علم الكلام، فلم يقصد بذلك، ولكنها الحاجة الوقتية للرد على المشككين. ولكن علم الكلام خطى خطوات واسعة مع ظهور طائفة المعتزلة في العصر العباسي، وخاصة في عصر خليفة المأمون ثم المعتصم والواثق، حيث بدأ التواصل مع الفلسفات الإغريقية والهندية والفارسية، فظهرت الحاجة لبروز دور العقل في الرد على ما يسمونهم الدهريين، وكان لابد لهم من دراسة الفلسفات الأخرى لمعرفتها ثم الرد عليها، وهما حدث عندما ترجمت الفلسفة اليونانية والقصص الهندية والفارسية، ولكنها اعتمدت على العقل ف
فرأوا أن الإسلام حريص على العقل، فكان لابد من التعمق في أفكار الآخرين وانطلاقا من الفهم العقلي للأشياء، بدأ المعتزلة يمارسون دورهم المأمول. إن بروز العقل كأشكالية معرفية ومرجعية في قضايا العقيدة ارتبط بظهور علم الكلام وبالذات بمدرسة المعتزلة، وقد تبلور العقل المعتزلي في مرحلة اكتمل فيها الإسلام كحركة توسع جغرافي، واستقر كمجتمع متعدد الديانات، وكدولة انعكس فيها الصراع السياسي في شكل أيديولوجيات دينية تدعي كل واحد منها امتلاك الحقيقة الربانية. والنظر إلى حركة المعتزلة في سياقه التاريخي أمر يجعلنا ننظر إليها كحركة تقدمية ساهمت بقصد وافر من نمو الحضاري الإسلام، فاتجاهه العقلي جعل منها تياراً ذا نزعة إنسانية تجلت في تعاملها الإيجابي مع الفكر البشري، لا سيما مع الفلسفة اليونانية. والكلام كثير ولكن الوقت يقيدني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.